رئيس الموارد البشريه شركه ديكاستال مروكو افريكا اللي هي مختصه في تصنيع عجلات اطار عجلات الالومنيوم متواجده في اتلانتيك فريزون بالقنيطره. الو ما بين لي ميزور اللي دارت الشركه ديالنا الوقايه من جائحه كوفيد 19 ابتداء من شهر 3 اللي بينا هو اجبار الكمامات لكل العمال من الترونسبور من النقل من ترونسبور بيرسونيل من حتى لا سورتي ديال لوزين كاين لا بريز دو تمبيراتور في لونتري ديال لوزين وفي لونتري ديال لا كونتين باش نحترموا مسافات الامان نقصنا الناس في ترونسبور ونقصنا الناس اللي كيدخلوا لا كونتين بالنسبه لافيسير اون ليميتي لاكسي كاريمون اي حاجه يمكن تكون فيها تجمعات اون ليميتي لاكسي لي سال دو ريونيون حتى هما اون لي ليميتي تعقيم اون ديسبوزي لي جيل الكوليك في لوزين و اون رانفورسي لو نيتواياج و ديسبوزيسيون دي صابون بور ليجيان و دو نو بيرسونيل اون في اوسي عندنا دي ديزانفيكسيون مع دي فورنيسور سبيسياليزي اللي كيجيو دو فوا بار سيمين تعقيم ديال لوزين وحتى ديال لي ترونسبور افون اي ابري شاك راماساج كاين واحد التعقيم اللي كيديروا لو فورنيسور ترونسبور ايغال شكرا عصام سيد المدير العام ديال شركة هيرشمان قنيطرة بغيت نهضر على الإجراءات اللي اتخذتها الشركة في إطار جائحة كورونا وفي إطار الاستباقية في بروتيكسيون من جائحة كورونا. رحنا الهدف ديالنا هو أننا نحميو العمال ديالنا وبالتالي غادي نحميو المغاربة من انتشار جائحة كورونا ولهذا ارتأت الشركة أنه العدد ديال العمال اللي غادي يشتغلوا في افريل هو فقط 31% من المجموع ديال العمال. ثانيا هو انه كل العاملات الحاملات والسيدات الحاملات ارتأينا انه ما يمكنش يجيو يخدموا لانهم اكثر عرضه للجائحه ولجميع التبعات ديالها. ايضا جميع العمال اللي عندهم دي مالادي كرونيك ازماتيك اتسيتيرا اللي هما اغيسك حتى هما ارتئينا انهم غادي يبقاو في ديورهم ونتمنى على الله ان الجائحه تدوز بسلام وانه ما يكونش عندنا حتى حاله. لحد الان الامور زعما غير مخيفه الحمد لله في الشركه خدينا جميع الاجراءات اللي الادارات العموميه كوزارة الصحة والولاية العمالات قنيطرة وولاية الأمن لي سابور كومبي اتسيتيرا إل نوزون روكوموندي ودرنا تقريبا جميع الإجراءات اللي ممكن أننا نديروها لحد الآن ولكن باقي إجراءات أخرى اللي أون كور بحال مثلا لا بريز دو تمبيراتور باغ لو ترمومتر اللي يلا هذه 24 ساعة باش ولات اكزيجي اوبليغاتوار. الوغ الشركه كوموندات من المانيا لانه في المغرب ما لقيناش لحد الان مالوغوزمون وجايين لاندي ان شاء الله ابارتيغ دو لاندي غادي يكون 100% لا بريز دو تمبيراتور ديال الناس. بالنسبه للعمال اللي كيخرجوا من الشركه او اللي قررنا انهم ما يخدموش تومبوريرمون في هاد لا بيريود ديال الكونفينمون. الوغ كاين جوج ديال الانواع، كاين واحد الفئه اللي ديجا كانت قبل الكونفينمون سافرت من على برا المغرب. الوغ هاد الفئه هذه كاين عندنا واحد ثلاثه ديال الحالات اللي قررنا انهم يبقاو في لي باي دو ديستيناسيون وراه غادي يبقاو وكيخدموا معنا بالتيلي ترافاي جوسكا اننا نخرجوا من الجائحه وتحل الابواب ويرجعوا ان شاء الله سالمين معافين. الفئه الثانيه هو الفئه ديال العمال اللي 70% ديال العمال اللي بقاو في ديورهم
فهضرنا معهم وليزانستركسيون كانوا واضحين هو انه ما خصهمش يخرجوا من قنيطره، يعني اللي مثلا عائلته في فاس ولا عائلته في طنجه ولا عائلته في الدار البيضاء ولا هذا كخصو ضروري يبقى في قنيطره وضروري كخصو يبقى في دارو باش يحمي راسو ويحمي المجتمع، باش ان شاء الله ملي نقروا اننا نرجعوا نخدموا بلان كادونس ان شاء الله يكون حتى لو ريسك ما كايناش، لان الناس عادي ترجع وتستمر الحياه ان شاء الله كما عادي الخطابي رئيس قسم الشؤون الاقتصاديه والتنسيق بعمله اقليم قنيطره، ان رافقتونا اليوم في اطار اللجنه الاقليميه المختلطه لمراقبه وتفتيش الوحدات الانتاجيه وايضا الوحدات الفلاحيه والوحدات التجاريه واللوجستيكيه. المرجو من هذه العمليه ديال التفتيش هي الوقوف على مدى احترام معايير السلامه الصحيه للمستخدمين والوافدين على هذه الوحدات. كتبدا هذه العمليه بمراقبه توفر الوحدات على لي زاباري ديال لا ميزور دو تمبيراتور لتاكد من ان الموظفين ما كيفهمش على العلامات ديال الكورونا فيروس، ثم ايضا هذا الشيء عند الولوج، ثم ايضا وفره وجوده المطهرات والمعقمات على مستوى محل الشغل، ثم ايضا التعقيم المستمر لوسائل النقل المستخدمين وايضا لاماكن العمل، ثم ايضا اغلاق التام لاماكن تجمع المشغلين كالمسجد داخل اماكن الشغل او غرف تبديل الملابس، وايضا تطهير اماكن تناول الوجبات الغذائيه. هذه اللجنه الاقليميه كاين لجان اخرى موازيه بنفس التركيبه وبنفس دائما تحت اشراف السيد عامل الاقليم قنيطره، كتقوم على المستوى القروي او على مستوى المجال الحضاري ايضا بزيارات تفتيشيه اخرى في محلات اخرين في مناطق صناعيه اخرى او على مستوى الوحدات الفلاحيه.